صراط الذين أنعمت عليهم ذا الذي يشفع تصفيقا للسيد قضاء حبيبي. كما نقولوا ما شناش من قبل هذه التكريمات، الحمد لله التكريم كان جا في وقته باش نزيدوا نديروا انجازات مستقبلا، وكنت شرفت الولايه تاعي والبلديه تاعي، وان شاء الله مازال بهذا التكريم ان شاء الله يكون كوعد مني ان شاء الله باش نشرف ولايتي والوطن تاعي ان شاء الله مستقبلا. هذا التكريم كان خصيصا له لتحفيزه لمزيد من المجهودات، وان شاء الله تكريمات ولما لا تكون تكريمات دوليه ان شاء الله. الهدف من التظاهره هو تشجيع هذ الرياضيين، وان شاء الله نطلب من السلطات المحليه والولائيه باش ان شاء الله يساعدوا هذا الشباب.